يا مسؤول شريف وهي عم تخوض حرب كبيرة. ممكن أعرف ليش بدك تستقيل؟ لأني مو مقتنع بسياستك ولا بإدارتك للحرب. بس أنت وزير بالحكومة وبتقدر تقترح وتشارك بالطريقة اللي بتلاقيها مناسبة. حاول تصلح، بس بعدين لقيت أنه استمراري بالحكومة الفاشلة هيكون خيانة لضميري وخيانة لبريطانيا. أوكي أنا موافق على استقالتك، وبتمنى يكون ضميرك ارتاح هلا. اكيد، بس يا ريت تكمل معروفك وتوافق على استقاله الزملاء الوزراء. بس هي مؤامره لاسقاط الوزاره. الوزاره انتهت. بنصحكم تقبلوا بالامر الواقع وتنسحبوا بكرامتكم. سيد حايم، هالمرة صار عنا دلائل مؤكدة ضدك، يعني لا روتشيلد ولا ميت واحد مثله بيقدروا ينقذوك. أنا ما بعرف منين جبتوا هالدلائل الكاذبة، بس بمطلق الأحوال أنا رح أطلع من هون ورح يكون حسابك كتير عسير معي. نفس الكلام قالته بنتك أولغا ومرتك جين بالبداية، بعدين اعترفوا بكل شيء. وضعوا على الشيء بقولك. طبعا شركائك بالجريمة. شو؟ بعدك مفكر انه القصة مجرد مسحة؟ شي عن مصير جين وأولغا. رح انتظر يومين لسه، وإذا ما طلعوني رح أعترف بكل شي وعلي وعلى أعدائي. يا رب سيد روتشيلد، الحقيقة أنا كنت ناوي أطلبك لو ما جيت بنفسك. خير؟ لا، هيك عندي كم سؤال وبعتقد أنه أنت الوحيد القادر تجاوبني عليهم. يعني حضرتك بصفتك شو عم تحقق بالموضوع؟ بصفتي مكلف فيه من رئاسة الوزراء. ليش أنت ما بتعرف أنه رئيس الوزراء اللي كلفك بهالموضوع؟ حتى لو طار سيد روتشيلد، أنا بشتغل عند حكومة ما عند شخص. ممتاز. هذا كتاب إعفاءك من المهمة، موقع من رئيس الحكومة الجديد. تفضل. القرارات بتجيني عن طريق التسلسل وانا برفض استلمه منك. حبيت وفر عليك شوية وقت. هاد الوقت انا بأمس الحاجة له حتى حقق معك. ميجر فيشر، مالك شايف انك اتجوزت حدك شوي؟ قسما بالقدوس الحكيم، اذا ما بيطلع حييم هاليفي فورا لا اعتبرك انت المتهم الوحيد بالقضيه وجيب لك حكم الاعدام بايدي. بالمناسبه بلغني امبارح انه في مبلغ كبير من المال انحط بحسابك بالبنك من 3 أشهر. المبلغ اجى من المانيا لسويسرا لهون. بقى شو رأيك؟ تتحاكم بتهمة الخيانة العظمى لما بتصير آدمي
وبتنفذ كل شيء بطلبه منك. لولا تدخلك لورد ما حدا كان بيعرف شو مصيري. مشان هيك لازم نعرف مين اللي عم يوصل معلومات لفيشر. ما حدا بيعرفها غير انا وانت ومرتك وبنتك. معقول يا لورد عم تشك فيه؟ مو بالضروره، بس اكيد في ثغره بمحيطك هي اللي عم تسبب لنا المشاكل ولازم نسدها. اذا قصدك جين اولغا هذا مستحيل. وانا وانت كمان مستحيل. مين في غيرنا؟ آرثر. آرثر كمان مستحيل، أنا واثق فيه. بس هو سبق وهددني إلي ولجين وقال إذا ما أعطيناه أولغا رح يفضحنا. زوي بعض فنجان، أنا سمحت له يعملها. يعني حضرتك كنت مبارك طلبه لأولغا؟ مو بالضبط، بس الرجال خدمنا خدمة كبيرة وكان بيستاهل عليها جائزة.